إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. فأصغر عجل كيف ما كتشوفوا معنا، الثمن ديالو 9000 درهم. الصورة أمامكم على المباشر مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. فأصغر عجل الثمن ديالو 9000 درهم. الشكل ديالو هو هذا، تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. مشاهدينا الكرام، الصورة أمامكم. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا مرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. فأصغر عجل الثمن ديالو 9000 درهم الكيلو، 9000 درهم الثمن ديالو مشاهدينا الكرام. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. فأصغر عجل في الثمن ديالو 9000 درهم، هذا هو الشكل ديالو تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، الصورة أمامكم على المباشر مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، كيف ما ذكرت. فأصغر عجل الثمن ديالو 9000 درهم. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. فأصغر الثمن ديالو 9000 درهم. الصورة أمامكم على المباشر مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، دائما أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. فأصغر عجل الثمن ديالو 9000 درهم مشاهدينا الكرام. إلى هنا مشاهدي قناة شوف تي في، سأودعكم إلى اللقاء، نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله.